نستمع إلى بعض الناس ويقول لا حول الله، هذه كلمة شركية، كلمة كفرية لا يتفطن الناس لها. لماذا؟ كأنه يقول لا قوة عند الله، لا حول، لا حول الله، يعني كان يقول لا حول لله، لا قدرة لله على تحويل الأمور، والله جل وعلا قادر على كل شيء، إن الله على كل شيء قدير، لتركبن طبقا عن طبق. وحينئذ لابد من النطق الصحيح لهذه الكلمة، لا حول إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله.